رحب اسكيوز مي. أموري حضرتك. قولي لي يا رحاب، انت بقالك قد ايه شغاله هنا؟ يعني سنه ونص تقريبا. هو في حاجه؟ في ان بقالك سنه ونص بتسرقيني. انا اسرق؟ حضرتك ازاي تقولي كلام زي ده؟ انا ما اعملش كده ابدا. ولما تاخدي حاجات من المحل وتبيعيها لحسابك يبقى اسمه ايه؟ انا ما خدتش حاجه والله العظيم. اذا كنت انا شفتك بنفسي، انا شايفاكي امبارح بتدي ميك اب لبنت جاتلك، حصل بقى ولا ما حصلش؟ حصل، بس حضرتك فاهمه غلط. اللي جت دي تبقى اختي ايه. ايه واختك؟ ده انتوا عصابه بقى. افهميني حضرتك، انا اخدت حاجات وبلغت السوبرفايزر انه يخصمها من مرتبي اخر الشهر، يعني حتى مش فري سامبلز، وحضرتك تقدري تتاكدي بنفسك. والله العظيم هو ده اللي حصل. طب قولي لي، هي اختك اسمها ايه؟ ايه. ايه اختك دي بتشتغل ايه يعني يخليها مهتمه بميك اب غالي قوي كده؟ لا هي لسه في الجامعه، بس يعني بتحب تهتم بشكلها وسط زمايلها وكده، اصلها طول عمرها دلوعه البيت يعني. طب تمام، روحي انت كملي شغلك وما تزعليش من اللي انا قلته لك. حصل خير، وانا برضو كان المفروض ابلغ حضرتك. عموما لو احتجتي اي حاجه بعد كده انت او ايه بقي قولي لي. شوفي شغلي بقى. حاضر. ابويا مقطع لي قلبي، كل ما افتكر بصيته للعيال انا مش عارفه امسك روحي. نصيبه بقى يا نصر، بعدين ابوكي بقى له عمر محبوس، والحبسه دي تهت اجدع جبل. سيد، مش انا الاوان يا اخويا نفطم العيال على اللي فيها؟ نفطمهم على ايه؟ ما ينفعش طبعا. العيال كبرت خلاص، ومخ كل واحد فيهم يوزن بلده. يا نصر تاني ما ينفعش. خلاص عليك يا سيد، يعني انت عايزهم يكملوا عيشتهم مقطوعين عن ظهر ابوهم؟ بعدين بقى احنا لا نحله هنرجع نربطه من جديد، وقلنا ما ينفعش مليون مره ما نفتحش بقى السيره دي تاني. ابويا صعبان عليا. يا ستي ما صعبان عليا انا كمان. اللي هو فيه ده اكرم له، ميت في سيرتهم وعايش جواهم احسن ما يكون عايش قدامهم وميت قدام عينيهم. اسمعي بس الكلام وعيلي، البت دي لو عرفت ان ابوها تاجر مخدرات ومحبوس العمر ده كله ممكن تموت فيها. ولا رحاب، تخلي بقى رحاب دي جالها عدله، اهل العريس لو عرفوا انه سوابي هيحصل مصيبه. ولا البيت بتاعنا الكبير الدكتور بتاعنا لو راح اشتغل ولا اتوظف في اي شركه وعرف ابو مين تبقى مصيبه اكبر. يا نصر اسمع الكلام، انا مش بعمل كده عشانهم هم بس، انا بعمل كده عشانه قبل منهم. لو عيل من دول راح له السجن وكسروا بكلمه، ابوكي فعلا ممكن يموت فيها. اسمعي كلامي. وحياة النبي يا ابني، ساي عليك النبي، حاول تسلكها بسرعه لحسن انا خلاص بقيت حمل شكشكه. الف سلامه يا عم عطيه، انا خلصت خلاص. صحيح؟ معقوله يا ابني؟ مش بقول لك يابا الدكتور احمد ايده ما فيش زي حنيتها. عندك حق يا بطه يا بنتي، تسلم ايدك يا احمد يا ابني. خلاص يا ابني معلش انا مش قادر اقوم. لا لا ما تتعبش نفسك يا عم عطيه، خليك مرتاح. استأذن انا بقى. كده على طول من غير ما تشرب حاجه؟ معلش مره تانية بقى. طب كنت عايزاك في حاجه كمان. اه طبعا. لو ليا خاطر عندك. اه اكيد. كنت عايزه اشتكي لك، في واحد عمال يبص عليا ليل نهار لما هياكلني بعينيه. ازاي يعني؟ صوري على الفيسبوك داخل عليها ليل نهار لما هيمقق عينه فيها كده. كنت عايزاك بقى تساعدني تخلي لي الحساب بتاعي خصوصي برايفت يعني. بتعرف؟ اه بعرف. تعالى ادخلي عليه كده. ما انا داخله اهو. هدخل انا. ايه ده يا احمد؟ في ايه؟ انا اسف. كده تزعلني منك؟ لا اسف اسف والله العظيم اسف، عن اذنك.
شفت دي؟ اوبا، فين الصورة الجامدة دي؟ حفلة مزيكا في المعادي، كان يوم تحفة. المطعم حلو قوي أصلاً، في مكان كده الباند بيلعب. مساء النور. أهلاً وسهلاً. يلا يا أستاذ شريف، عامل إيه؟ الحمد لله تمام، أخبارك إيه؟ تمام؟ الحمد لله. ندى شريف. آية صاحبتي في الجامعة. أوكي. إياد. هاي، إزيك يا إياد؟ اياد ده بقى ابدع واسرع واحد في الشله بتاعت زمان. لا 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 لا، سياعه دي زمان يا معلم، الحمد لله كده انا تمام ومفيش سياعه والاستاذه مظبطه كل حاجه اهي. فعلا؟ ايوه طبعا. صدقوش ده بيكذب. انا؟ يا نونا. لا لا، شكل الحكايه كبيره قوي. قوي قوي قوي. عامة انا سيبك براحتك وخليني اشوفك. ان شاء الله. بورسعيد. انا اسف. باي. باي. يعني بيت في بيتكو وذبحت زرت ابوك ولفيت قضيت مشاويرك وفي الاخر افتكرت امك. صدقني انت شقر على امك. روح شقر على امك واجي. راح فين يا سيد؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ترحمني وترحم امي بقى يا سيد. ما تظبطي يا بنت. ظبطي يا ابن جدال، بس مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اخرتها ايه. اخرتها عسل ان شاء الله، بس انت اهدي كده وافردي وشك عشان الدنيا تمشي. هعمل ايه؟ ما انت اللي واخده على السفر، بتفك مني زي الهوا. يا بنت افك اروح فين؟ ما خلاص رجعت، قاعد لك قاعد مش متحرك. قاعد في قلبي، قاعد في قلبي يا سيدي الناس، بس مش عارفه في حاجه في قلبي كده عماله تغز وتقول يا بنت ما تفرحيش احسن تبطش على بوزك. رجعنا تاني لام بوز. يا بنت ما بتعرفيش تفرحي، بعدين خلاص احنا زهقنا من حريم الشكر. ولو حتى ما زهقتش برضه راضيه، كفايه ان انا عايشه بضلك. يا بنت بتفضلي من ساعه ما عيني وقعت عليكي مكتوب على اسمك، بعدين بخارست لو عيل ولا عويل وكلمته بتمشي على الكل. يعني نهدى كده وخمس عقل عشان الدنيا تمشي عشان تفرحي قريب. بجد يا سيد؟ يا دي النيله اهو مش حنطه. يا سيد ده انت الحاجه اللي بتفرحني، انت اللي مالي عليا دنيتي. هو ده الكلام الحلو. في غباوه تاني؟ لا مفيش بقى حتتين جاتوه مع الشاي ده. جاتوه بس اظبط بقى. ماشي ماشي بالسلامه انت اخويا. ها ايه اللي حصل؟ ده عيل من طولون هو اللي باع الفرش المعوض وخمه فيه كمان، فحب يصرفه باعه للزبون اياه. كمان كرادية رايح بيها في قهوه السلطان، هيضيع نفسه ابن الكلب ويلطني معاه. كل ده عشان خاطر كيفه النجس. يلطي مين يا معلم؟ انت مقامك كبير قوي، انت في حته تانية. اسمع طيب. نسمع. انا مش عايز عينك تغفل عنه، تجيب لي قطره اول باول. حصل. انا مش عايزه يقرب من المخدرات تاني، قفل عليه اي سكه. انا خليه شمش مع النفس ما يلاقوش. هو انت لسه هنا؟ مش كفايه بقى كلام في الشغل ولا ايه؟